المؤلفات المؤيدة لعدالة قضية الأسرى الفلسطينيين بدأت الوقفة التضامنية وسط مدينة الخليل في ظل خوض 6 أسرى إداريين الإضراب عن الطعام، بينهم الأسيرين أنس شديد وأحمد أبو فارة من الخليل، والمضربين عن الطعام قرابة 25 يوما. طالب كافة الفصائل وكافة المؤسسات الدولية والإقليمية على مستوى فلسطين للوقوف وقفة جدية لإنهاء معاناة الأسرى الإداريين وغير الإداريين، وإن شاء الله ربنا يجيب اللي فيه الخير. سوء الأوضاع المعيشية وتصعيد سياسة الإهمال الطبي سياسة تنتهجها مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو الأمر المخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية. ويعاني 25 أسيرا من أمراض خطيرة يقبعون فيما تسمى بمستشفى سجن الرملة، بينهم الأسير يوسف نواجعة والمحكوم بالسجن 6 سنوات والذي أصيب خلال اعتقاله بالرصاص الحي في ظهره، ويعاني من شلل نصفي وتعرض مؤخرا إلى سكتة دماغية. وضعه يعني سيء للغاية، يعني من مرة يعني بتحملش، عنده جلطة دماغية وعنده نزيف في المعدة باستمرار، دم بوصل 6 بوصل، عنده يعني كسل البول، عنده كسل الدم للنزيف يعني حملهم باستمرار على جنبه، وضعه سيء للغاية. وأنا بطالب كل الجهات المسؤولة عن هذا عن الأسرى بالمطالبة بالإفراج عنه فورا، لأنه وضعه ما بتحمل أنه يقعد كمان أسبوع بس في السجن. يعني أولا الأسرى الإداريين يجب أن يفكروا بخطوة جماعية، لأن الشارع مثقل بالهموم، مثقل بقضايا كثيرة جدا. موضوع الإضراب الفردي يحقق يعني نتائج يعني انتصار للأسير بأن يتم إنهاء قضيته كمعتقل إداري، ولكن إذا كان الإضراب جماعي ممكن أن نحقق يعني موقفا جماعيا لكل الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، والبالغ تعدادهم ما يقارب 700 معتقل إداري. وقد أكد المشاركون في هذه الوقفة التضامنية على ضرورة توحيد الخطوات التصعيدية في سجون الاحتلال من خلال تنظيم الإضرابات الجماعية التي تحقق انتصارات تعود بثمارها على الأسرى جميعهم. يرى الأسرى الفلسطينيون أن معركة الأمعاء الخاوية هي سلاحهم الوحيد أمام السجان الصهيوني، لكن يد واحدة لا تصفق، فالإضرابات الجماعية والالتفاف الشعبي يرغم الاحتلال على تحقيق مطالب الأسرى. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار، الخليل، فلسطين المحتلة.